السلام عليكم ورحمة الله بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج رشيد. واو. واليوم كيف العادة غنديروا له الشو لأن الحلقة ديالنا حلقة سبيسيال وحلقة استثنائية احتفالا بهذا اليوم هذا اللي كيتزامن مع عيد الحب أو بداط. قبل ما نقدم لكم الضيوف ديال حلقة اليوم بغيت نسول الجمهور شكون فيكم كيحب بصراحة شكون؟ كل شيء مقصة ها؟ الحلقة ديال اليوم حاضرين معنا واحد الكوبل اللي بينوا الحب ديالهم وتعرفوا في مواقع التواصل الاجتماعي، واحد الكوبل سبيسيال ماشي عادي وعندهم حتى الحب ماشي عادي، غادي نخليكم تعرفوا عليه قبل ما تستقبلوه، تعرفوا على كيفاش كيعيشوا هذه العلاقة، نشوفوا هذا الشيء كامل في هذه الصور ونرجع. هاي 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 سلاد فروي أديرها ما بغيش الزواج أديرها بغيها تفلة هي بغيها تفلة وتش بغيتي وزينة بغيها تفلة هذا نورمال مورا كيديروها صغيورة تعملك درتيها قدك هاتي كاميرا صغيورة غتبينو ليا صغيور رمي هاد كاميرا كبيرة غتشدو كبير وغنقدر نزوم ليا على وجهو ونجبد الملامح ديالو ونبارطاجي تصويرتو يجيبوه ليا دغيا والله نشد الطوبيس قبل ما يسالي موت موت أجي واليوم مشاهدينا بمناسبه ديال عيد الحب غادي نستقبلوا هاد الكوبل هذا فاتي وصلاح ولكن ما غنديروش لهم استقبال عادي لان عرفنا انهم ما داروش العرس وقررنا اليوم اننا حنا نديروا لهم العرس داكشي علاش غادي نستقبلوهم بالعماريه والدقيقيه استقبال هار عفاكم لفاتي وصلاح كدير بخير نهار كبير هذا اهلا اهلا بارك الله فيك لاباس كدير فاتي الحمد لله كي شو احسن ديالك وانت فوق العماريه هبطوها راه تجي الدوخه هبطوها راه ما عندهاش مانع زوينه العماريه صلاح كدير بخير الحمد لله بخير ما درتوش العرس وانا بهاد المناسبه تنشكر صراحه تنشكر دوزام والله وخليني ندوي خليني نعبر خليني نعبر لا قولي انا لا علاش بلاتي خليني نهضر الاول لا بغيت بعدا نشكر دوزيام ونشكر رشيد شو حيت فريمون الامكانيات ما كاينينش باش ندير البيبي فاتي العرس دونك شكرا لكم وصراحه تنتمنى مادام انكم درتوا العرس ودرتوا كل شيء تعطيونا شي ويكاند ولا شي لعيبه باش ان شاء الله قريب بارك الله عليكم شكرا بارك الله عليكم فاتي
فاش تزوجتو واش جاب لك شي حاجه؟ جاب لك شي كادو؟ جاب لك شي حاجه شي دفوع؟ جا هو وجاب معاه صداع. ما صعيبه عليه شويه فهمتش، ما قدش على المستوى ديال عرسي. ياك وكيفاش كتشوفي الحب ديالو ليك؟ الحب ديالي ليها ما تتشوفوش اصلا باش تقدر. لا بالعكس اصلا عداك انا ما تنبينوش. فهادشي هي اللي كتبغي. كيفاش؟ فهادشي هي اللي كتبغي. هاكاك هو مدهشر في هاد الجويجه. الحمد لله، الله يجيب لي كل الحق. عندي واحد السؤال فاتي، بغيت نسولك واحد السؤال. دابا جارات كاملين كيشوفوك اليوم في الدربي تيموتو. تيموتو في السم. ياك شنو الرساله ديالك اللي توجهي لهاد جاراتك اللي كيشوفوك وانت نهار الاول تشفاو فيك لان ما درتيش العرس اليوم؟ شنو تقول لهم من هنايا؟ كنتمنى هاد القصه ديال الحب ديال شينا وصلاح تاثر فيهم ويديروا منا ولو شويه. صلاح انا اخويا ما كرهتش نتحرك صراحه. ياك نهبط ما كرهتش، ما ديتش الجوال. يلا استقبلوا معايا بحر الله يعافيكم فاتي وصلاح. هبط اخويا الله يحفظك، هبطونا الله يرحمك. هبط اخويا هبط. لا بشويه الله يجازيك بشويه، داكم طيحوا المدام عندك. فوالا هبط اخويا، زيد زيد زيد، هبطوا ان شاء الله. هبط هبط هبط. الله يرحم لك الوالدين. يا ناري الله يا الله. واش توصل ولا ما وصلتش؟ اجي مدى تشتكو سجي زيد زعما راكي طويله تقدري ت اخليني يلا هبط 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 الله يجيك شويه بشويه بعدي الصباط شويه هكاك بلاتي خليك هنا بلاتي خليك هنا ارى لي الصباط ديال المدام صباط صباط ديال المدام عافاك واش داتو النقافه ولا صباط ارى لي الصباط صباط ديال المدام فاتي واش هو اللي جد لك حويجك صباطك وداك الشيء هو اللي مكلف به لا انا اللي مكلفه نورمالمون انا اللي كنقضي كلشي لا حيت شفتو هو اللي مخبي لي شادك الصباط دابا عارف الكاميرا كاينه تيمثل ماشي هو كدير الصباط كاع ما يغرك هذا الشيء زعما ديال تيتسخر وتويشيات سيني والله الا انا اللي مسيني ثاني في القيد وهذا هو اللي يجيبو لك ها هو اللي يجيبو لك هذا التفكور تيقول لي داك ديالي هذا درت فيه قرعه باش شريته تسعه ورا زيد يلا يا ناري زيد زيد يا مال اشد مزيان هذا دايره سكيفي دايره بحال السكيه بلاتي سقوا على المدام سقوا عليها كبروا لي بالمدام فاتي وصلاح وقفوا بعدا وقفوا تاخذوا شي صوره وقفوا هنا يا سلام يا سلام يا سلام طب حبيبي فاتي صلاح بيني بينك ما كتحسش براسك محقور شويه لا 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 ولف لا من ناحيه الطول صراحه انا يعني هذه صراحه غادي نقولها اول مره غادي تحضر ليها فاتي لهذه الصراحه وانت ما يكونش التصرف ديالها خايب في حقي صراحه انا ديما ملي كنت باغي نتزوج كنت كنتمنى نتزوج شي وحده سفليه قدي قدها ولكن حيت الطول شويه راك عارف ما تقدرش تدوي قدامها وكتخرجوا مع بعضياتكم غاديين في نص الصف ولا شي سابق شي كيفاش؟ كيفاش؟ صراحه كيهرب ليا صلاح فاتي تفضلوا معايا شكرا تفضل مرحبا بكم صفيقة هرانو
شكرا شكرا شكرا. الله يجوج كاع. شكون كان يقول دارك خاطرك يا اختي الجميل. شكون كان يقول صلاح وفاتي غيتزوجوا ويديروا العرس ويبانوا في التلفازه؟ شوتنا بقلاقي لبيبي تنقول لكم الحمد لله نيتي ربحات. في الاخر ديتيني داكشي كتاب لك في الاخر شي اول قريب كله من طرف واحد الحمد لله. انا اليوم اول حاجه نبغيو الناس اللي عرفوا هذا الكوبل في مواقع التواصل الاجتماعي والناس ولاو متبعين معكم القصه ديالكم، بغيت نعرف صلاح وفاتي كيفاش تلاقاو النهار الاول، فين تعرفتوا فين تلاقيتوا؟ صلاح وفاتي هما اصلا بجوج ولاد سباته، دوك بحال فوالا تقدروا تصبحوا على سباته. دوك هما بجوج ولاد سباته، وبالنسبه ليا هو حب من طرف واحد لانها من صغر مصر على هذا من طرف واحد. انا اليوم جاي نتشكى داكشي اللي كاين غادي نقوله ما نخافش منك فوالا. دوك حب من طرف واحد لانه هي من الصغر فاش شافتني بقات حاطه عليا العين، حتى يعني حضرت لي كاع المراحل التكوين. هي كانت حاطه عليك العين؟ وي 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 سي فري، كانت تلقى لي ملي تنكون جاي من المدرسه، الا كنت مع صحابي تتصرفق لي وتقول لي طلع للدار، فهمتيني يعني بحال قلتي الله يعز الحكام. الله يعز الحكام. ها الله يعز الحكام. بيان سير. فاتي انت متى حطيتي عليه العين؟ انا حطيت عليه العين بكري شويه في الصغر، فهمتي؟ اش عجبك فيه؟ اش عجبك فيه؟ اش عجبك فيه؟ رشيد خويا كيحترمني الانسان ملي تيتبوكس راه تيحترمني وتكبر بيا. لا لا ماشي على تبوكي صحني انا، ما تنبغيش انا نتبوكس. لا لا انا بالعكس تيبغيني ما كيبغيش يبين، انا عارفه واحد النهار غيقر. هو حب داخلي صراحه. شافوكم الناس نهار مشيتو تكاتبوا وهو كان باغي يتنادى مع الحال وكان باغي يمشي بحاله. هذا ماشي غير انا، هذا راه عدد ديال لي كوبل. لا نهار كان غيسيني تنادى مع الحال. الدهشر الدهشر. خاف. نرجعوا لذاك النهار اللي كان بايسيني، شنو وقع ليه وكيفاش عاش هذا الكوشمار هو؟ شوف هادشي كامل في هذا الفيديو ورجع. شوف فيها كي دايره، واش غايجي وسيني؟ تخيلي يلا فيقة من الناس وتخيل ناس كاع، تخيل مريضه وتخيل ولدات. لا صلاح ماشي هذا هو المبدا ديال نجيبه كاوريه اللي عشتي بيه. قبل ما نسيني كاين واحد الحاجه ما قلتهاش لك خاصك تعرفيها عليا. شناهي؟ كان جري. شناهو؟ بربي انت اولى احد والعدول نطش بعد. ندمت لي ما هربتي. وتبعتيه وكل شيء ومسالي انا. واش عندي من غيره؟ راه هذا هو المشكل، كنت عندي جيت على الاخر نقلب وجهي. لا ما يمكنش. وانت ترضاي زعما كراجل عادي؟ عادي عاد الدريات ما تيزعموش راه هادشي اللي كاين. ما كيزعموش؟ وانت بيني وبينك كتحسي بصلاح كيبغيك ولا غير كيبغيني؟ مخبيها ما كيرضاش. عطيني شي حاجه كدلها لانه كيبغيك. تجوج بيا. زيدي جوجتيني بيك. كاينه دابا التلفازه قولوا لي كاين. زيد بزازتي عليا وعطيتيني 1000 درهم كيخليني نسوق الموتور، كيدير لي الشوبينغ، كيديني القصاريه، كيدير بزاف الحاجات كيبينوا على انها كيبغي. شنو اغلى شوبينغ درتي معاه؟ شي حاجه وقيلا خسرنا فيها شي 3600 درهم ياك. بيجامه بيجامه 3 بياس ديال النمر. وهذيك ديال الفوطه هي هذاك الشينيت ديال الفوطه. فوالا. وفين ساكنين دابا؟ حنا ما عندناش ادريسه وحده. سكت ما تعطيش في الدار. اوكي كيفاش ما تعطيش؟ البوليس ولا شي حاجه. كيفاش؟ وما ما كاين لا زعما حنا ساكنين في الدار الحمد لله. في الدار. تبارك الله عليكم. انا اليوم عندي لكم بزاف ديال المفاجات وكاين بزاف ديال الاسرار غنعرفوها عليكم وعلى عيد الحب. وغنشوف الكادو اللي جبتوا بعضياتكم بالمناسبه ديال واش كتحتفلوا بعدا بعيد الحب ولا ولا لا؟ واحتفلنا به بزاف راه انا وياك ضاربين شي 17 عام صراحه يعني. لا ايه
ما عارفينش 8 سنين الخطبة جرجيرة هي 8 سنين الخطبة وعامين الزواج وعام الفراق وحسبها ياك وهي هذيك فاتي انت كتحتفلي اكثر بعيد الحب ولا بعيد كبير بعيد كبير بعيد كبير علاش حيت هذاك هو الحب هو الحب واه خويا انا راه كبرت في واحد الجو ديال ولاد حريز ولاد سعيد الدار عندنا كلشي الا ما كانش التنشيط ما كانش التنشيط وداك الشيء بنادم كيبدا يترعد ما تترتاح صعيب الحال مهوشه مهوشه السيده مهوشه مهوشه غنعرفوا بزاف د الحوايج على صلاح وفاتي اليوم من بعد ما غنشوفوا واحد الفيديو تعريفي عليكم بطريقه ديالنا شوفوا حالا ونرجعوا اليوم عيد الحب وما يمكنش تسمع الحب لا ما تسمع بيه بنادم على بيبي تشم فراسك شاش وقع كاين اللي كيعبر على الحب ديالو بحال هكا انا راني مربوط بيك وكاين اللي الحب ديالو رطب عندنا ماشي ساهل كيجيبو حفاظو عليه وكاين اللي حبو حرس بحال صلاح كيبغي الا قلنا صلاح ضروري تكون معاه فاتي وإلا سمعتي راه راه عرف صلاح كيجري وفاتي من وراه ومن اللي وقف صلاح قال لها ولكن فاتي قالت ليه ما تعرفش أنا وراك وراك والزمن طويل صلاح وفاتي هما أبطال التيطاني وباخرة الحب جابتهم من عندنا لرشيد شو صلاح وفاتي اليوم عيد الحب كنعرفوا أن عيد الحب عواشر مباركة تيكون فيه الله يبارك فيك عواشر مبروكة بزاف ديال الناس كيتبادلوا الهدايا بعضياتهم وهاد القضيه ما كانتش قديمه في المغرب ما كانوش الناس شحال هذيك يحتفلوا ولكن تبارك الله دابا بزاف ديال الكوبل سيرتو لي جون كيعطيو بعضياتهم لي كادو كاين مهن اللي كتنتعش في هذه الفتره هذه بحال اصحاب الورد كيخدموا مزيان اصحاب الشوكولات انت مثلا ملي كتبغي تعطي شي هديه اول حاجه كتفكري فيها اللي شي حاجه تفرحوا شنو هي مثلا وغالبا انا وياه تنتبادلوا الدق فهمتي كان ما كاينش شي حاجه من غير من غير العصا من غير العصا الصراحه اليوم ملي سولتك صلاح شنو جبتي لها في الكادو اليوم اولا جيت انا عند الزهر فهمتيني هذه خصها صفقوا على هذه القضيه حيت نقدر نخوي بها فهمتيني ما نطلبك حتى انا راه جيت اليوم غادي نفاجئك وغادي نعطيك واحد الكادو قدام هاد الناس اللي تيشوفونا واللي تيتفرجوا فينا دونك هذه تقريبا اول مره غادي نديرها ياك نتمنى الكادو ما يكونش طرقوا شي واحد ها واو هاي 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 قولي ما رومانسيش نطل طلي طلي اوه مقمطة خايف مازال غادي صغير يا حلوة لاكريم ورينا وري وري الجمهور الكي فوالا علاش علاش اودي علاش علاش حيت انا اللي عارف حيت ملي تنكونوا تناقشوا القميش يداك تبقى لا القميش اخويا راه نوريك ظهري تشوف لا خصك تقطعي ظفارك بعدا دوكا هو الكادو باش تقطعي ظفارك بالصحه والراحه شكرا هذيك مره اخرى ما يترازوش يديك او نسيت يا فاتي ايوا انا راه ما جيتش بيدي خاوي ياك عارفك انا جبت معايا انا خويا كادو مالو يغلبنا ندوز لك على دارك ولينا في حشيه الهضره ولا كيفاش صار ايوا راك عارف الا بان المعنى لا فائده من التكرار صلاح ستي الله يخلف عليك فازي دابا جبتي لي كنز ديال الحمام
اكيد ما غيكونش اعتباطي هذا الاختيار هذا. لا راه هو عارف بلا ما نبقاو نحكروا على المسائل، هو راه عارف خص يمشي حمام داكشي. انا موسخ داخليا انايا ما بغيناش نبقاو سميتو جنان نحكروا على الهضره. العماريه شفناها الارتباط كان، ولكن واش عطاك شي حاجه في الصداق؟ لان الصداق شرط اساسي في العرس، واش كان شي صداق ولا والو؟ يا ودي انا كنا بغيناه هو يصدق ساعه ما خلي داك الجمال، قلت الصداق ماشي مهم، الفلوس ماشي مهمين. انا بالعكس انا زعما كنت كنتمنى يصدق لي هو يصدق ساعه ما. ونسولكم على حاجه اخرى، تعرف الانسان ملي كيتزوج لي كوبل كيكون ديما الخواتم تركب الخواتم، انا عرفت بان ما جاب لك الخاتم لا والو. ما شاريش لي هو الخاتم، انا اصلا هي فاطمه مسكينه شاريه خاتم لراسها. لا مين صافي هادشي اللي عطى الله. ما يمكنش اسي صلاح مادام هي فرضه عليا الزواج خصها تتحمل سوائر الدعوه. يعني هي الخاتم، هي العرس، هي العماريه، هي الدار، هي المصروف. كتبين لك انها هي ما تابعاش المظاهر سامبل، ماشي طماعه. اييه راني عارف، شكون راه باينه صلاح؟ شكون اللي تهتم لك باللوك ديالك؟ بالمظهر ديالي؟ شكون؟ انا. هي؟ لا لا ما تكلفيش راسي، والله الا راسي. انت تلبس نتمشى لك تشوف. لا بلاتي اسمح لي اسمح لي. سموكينغ والطاقيه ديال الحمام ديالي تا بدلت انا، حيت راك عارف دابا البرد وبنادم الكز يعني جاي باغي نتكون، فهمتيني؟ راك عارف. اوكي مزيان. واليوم غادي نديروا معكم واحد القضيه، غادي نديروا واحد القضيه اللي كاينه في الاعراس، هي تركب الخواتم. صلاح يركب الخاتم هذا وي. كي جيتكم في هذه القضيه؟ شري هذه فرحت بك. هذا ما كاينش تكلف شوفينا، ما كاينش التصفيقات حرة اليوم معكم. مع ماكسيس ميزون بريحة ورد مكونة جديدة، الدار معطرة والمدة أطول. ماكسيس ميزون بريحة ورد مكونة جديدة، ريحة نقاء اللي كتبقى. ماكسيس. تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، يسعد القرن الفلاحي للمغرب الانخراط في البرنامج الوطني لمواكبة وتمويل المقاولات الصغرى وحاملي المشاريع في العالم القروي. في القرن الفلاحي للمغرب كنساهم في بناء مستقبل أجيال بلادنا وفي تنمية العالم القروي ديالنا مع البرنامج الجديد والمتميز المستثمر القروي 5 سنوات 5 مناصب شغل. القرض الفلاحي المغرب كيساعد في تطوير مشاريع الاستثمار في العالم القروي، وكيقدم لكم الإرشادات اللازمة والتمويل المناسب، بالإضافة للمواكبة طيلة 5 سنوات حتى ينجح مشروعكم وتخلقوا خلال هذه المدة على الأقل 5 مناصب للشغل دائمة. برنامج المستثمر القروي 5 سنوات 5 مناصب شغل يتمحور حول 5 التزامات: استقبال جميع حاملي المشاريع، الدراسة والإرشادات اللازمة، التمويلات الملائمة، مواكبة المشاريع في جميع مراحلها، وخلق 5 مناصب شغل على الأقل. نسبة فائدة التمويل 1.75%. القرض الفلاحي للمغرب التزام دائم. الليلة والسهرة والليلة سهرتنا يا ربي، ليلة دومها علينا فرحة وسعادة كل الأيام، أشدوا علينا ولادكم خذوا الضرة تعرفوا علينا هالكويني يا الشاويني يا معذبني بنتي كتير فرشونا شاري الأرض حاري وشفت الغاوي هو أول واحد خلاني نعرف شكون هو عمي. عمو ديالي، خوبابا ديالي، خالو ديالي، خوبابا ديالي. أنا ما نويت فراقهم، هو اللي سخبيا جوجي ما قالها ليا، حل ما تنبالي بيه. يا وين 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 كلنا ويغيب الغال قلبي دالي وبينكم الشبابية وزيدوا قربوا الهنا. شو يا
يا من هذا. تفضل كاين الغلا. تفضل نركب انا الاول الخاتم. واش بغيتيني انا الاولى؟ وين نقدر نفاجئك ديك ماري نعطيك هذا ديالك هذاك راه هذا نركب ليا انا نديرو في جيبي نحط تحط هذاك وهز الاخر فوالا انا عارفك غطرقهم غدا تبيعهم. ماشي اسمح لي ليه كيديروا في الخاتم ولا في اليسار؟ اليسار اليسار ها هي اليسار. يا صليو على النبي صليو على النبي شويه بشويه علمونا وانت شرت كنت غنعلق براسك والخاتم في يدي ريح قال الدشرت واش كتخوت عاوتاني بس تريح دغيا ولاو دشر وكل الخاتم وسيدي الله كنت بعث يلا سير عاودي يلا شوف شوف تبت راسك رجل تبت راسك يلا صليو على النبي دابا راكم زوجين رسميا نضح لينا ما كاينش شي من الضحك نخرج من الضحك قدامي لاتي كنشكروا نقافه ماريا تفيقات حرا عليها شكرا لكم شكرا شكرا حضروا لك في عراسات ولادك ان شاء الله باذن الله الله يحفظك لالا بالنسبه للخوات واش ذهب ولا بلاكيور ولا رجل فاتي اليوم بمناسبة عيد الحب إلا سولت فاتي شنو هما أهم حاجة خاصها تكون في علاقة ديال أن كوبل باش العلاقة تنجح؟ التفاهم. أها شنو آخر؟ التفاهم احترام 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 المبادئ ما تبدلش. شنو هما المبادئ ديالك؟ النهار الأول يموت المش أنا النهار الأول ريحت أنا وياه اتفقنا على شي لعيبات وتوكلنا على الله. مات المش؟ أه مات ارتاح مع راسي بصراحه عمرو دار شي حاجه عمرو مدها لك يدي مثلا ما قلت والو الا وصلتي لوجهها الا وصلت لوجهها من هنا حطيت ما قلت لك زعما واش قول قول ماشي مش قول ترخى مع السؤال عادي لا شتي شوف خلاتين واش عمرو مد يديه اي في كيفيني مدها عليا بغى يحرجنا تقدر تسمكني دابا عادي يعني بغيتي تحرجنا هاد شفتوا واحد النهار شفنا حط شي صوره فيسبوك حتى ياكل العصا نضرب حتى ياكل حتى ياكل العصا وهو ضاحك بصح الا دار علاش الا دار علاش ودي ما دار شي عمرو ما دار انت كيفاش كتشوفها كامرا زعما واش انا ما تنشوفهاش مرة تنشوفها راجل بعد هذه اول حاجه كيف مرجلة معايا كتعرف انه كاين المراه كيكون فيها الحنان كيكون فيها العطف واش هي فيها هادشي هذا؟ حتى حاجه من هادشي ما فيها لا كنت نهائي هي فيها صراحه مواقف ديال الترجليت ياك فهمتي بحال دابا داكشي خارج في الليل انت وياها تدافع عليا
ماشي تندافع عليه، تنكالي عليه. تنكالي عليه الصحراء بالعربية فهمتي؟ صافي ماشي فوالا، دخل شي شفار بالليل هي اللي كتكلف فهمتيني؟ أي حاجة كنتلقى لها أنا الأولى. ونعم الرجولة. كتكوتيزي معايا في المصروف جطها جطي فهمتيني باش ماشي مجوج أنا بوحدي. بجوجكم كتعاونوا وراه حنا مجوجين بجوج ماشي انا مجوجه بوحدي خصها تعيد كوتيزي معاها. كتفكروا ديروا شي وليدات ان شاء الله ولا عندكم جو هنا مزيان الوليدات هنا كي تازين بزاف. وعدك بالزواج من شحال هذه؟ هو نهار عرفت هو وعدني، دابا كنا ما وعدنيش النهار عرفت هو كيواعد كيواعد الوعود 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 وشي ما شنا. باش شوف الاولى اللي شفتها انا تصيدت. علاه؟ كذبش عليك انا شوف الاولى اللي شفتها طحت. جيت دوزنا فري على الدص. قلت هذه هي الفتاه والا فلا. فين تلاقيتي نهار الاول؟ اه في المارشي شفتها من بعيد. اش كتلبس؟ كانت مضاربه. عجباتني كيفاش فهمتيني؟ عجباتني كيفاش دافع على راسها وداك الشيء قلت هذه هي اللي نقدر نحس معاها بالامان. وفعلا الله يخليكم بعدياتكم. اللهم امين. الله يحفظك لا يغطيك. لا لا ما عندي ما يسالكم. ملي حاس بالامان بحال قلتي قلبي للاضواء هذا هو المهم. ملي حاس بالامان هذا هو المهم. لا انا مرتاح انا ما عندي حدايا انا مرتاح. فاتي وصلاح غادي نعطيكم دابا واحد الفيديو. كتعرفوا تيتانيك؟ بيان سير تيتانيك. احنا حنا غارقين حب الحمد لله. الحمد لله راسنا. تيتانيك كانت في واحد لاسين معروفه في الباطو اللي كانت فيها الاغنيه. غادي تشوفوا هاد لاسين هذه انا نوريها لكم بلا صوت. انتم تحاولوا ديروا لنا الدبلجه ديال الكوب المغربي. اوكي اوكي مع دبلجه مباشره وغتجي مورا واحد لاسين اخرى غتدبلجوها حتى هي. اوكي يلا نشوفوا هاد الشيء حالا. يلا شوف. هانتي سرح لي ديكات تلقيتي تلقيتي خليني خليني راسي يرخي. تلقي شوفي قدامك انت. شوف هيدي يدك هيدي يدك. شوفي لابالين شوفي. يا الشميشه بدات تمشي. شوفي لابالين شوفي. العفريت المواج قربوا يطلعوا عندنا. بعد هي بعد هي وهضر. الله شوفي قدام. ناري معاك. علاش تبكي علاش؟ ما عندي زهر معاك. هادشي انا قلت لك النهار الاول ما كاينش زواج. امتى غتجي لدارنا وليت كنلبس 44 في رجلي بكثرة ما تمشيت معاك. تبارك الله عليكم. شفنا هاد لاسين ديال العلاقات الحب اللي فيها بزاف الرومانسيه ودابا غنشوفوا واحد لاسين اللي فيها ماشي الرومانسيه. ياك نشوف داك الشيء على بالك. شحال مغمضين عينينا هاد الليله كامله وانت دايره لي مفاجاه ومغمضه عيني ما فهمتش. واش عرفتي شنو مغمضه وانت سد عيني؟ سد عيني واش عرفتي شنو حليتهم؟ كنحس بيك قلبي الصخور الله العظيم. فرشتيني يا بيبي اش كتحس بيا؟ كنحس بيك مغمضه لي عيني باش دوزي لي التليفون حيت عارفاني ديرو بلا كود. قعدت عليا مكافشك اللي غنكفيك مع الارض. صلاح حلف بالله اش كتبغيني؟ وليش دابا غتوحل علينا؟ خلينا نفوجو. بعيدي اجي نقول لك اش لا صلاح كنت حشم الناس كيجابوا فينا. انت راه باغي نقول لك شي حاجه في ودنك. اش غتقول؟ كاين بغي يا غيدي ما تما شي. ها فراسك هذه اول حلقه من نهار بدينا بيبي صلاح تيقول لفاتي تنبغيك. أول هي في الحلقة هذه هي تصدمت الحلقة رقم شحال؟ رقم تسعود. رقم تسعود ديال الرومانسية في الحلقة رقم تسعود قلت لها تنبغيك حلقة البحر. ولكن من تما جمعوا ما باقيش حيت كنبغيك كل ما خصها تبدا تقال في بلاصة يعني باش ما تفقدش المصداقية. داك الشيء علاش ما بغيتش نقولها لها ديما؟ علاش؟ علاش ما تجيبوش يقولها لك ديما؟ مريض ماشي مريض لا باش زعما ملي نقولها لها يكون عندها معنى تكون خارجة من القلب تنحس بها ماشي اما نبقى نقول لها كنبغيك 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 راه ما واش كاينه هادشي؟ كاينه كاينه صفق الله يرحم الوالدين ماشي بنادم. انتوما هما المشكل ديالهم لي فام لي فام يزيدهم الكذوب. لا بغيت لا بالعكس بالعكس ندويو دابا كون بقيت تنقول لك تنبغيك 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 نقول لك كذاب 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 كذاب
اش زعما غتقولي لي انا مرافش ورا هذيك مره اللي قلتي هما تقتشفك واش نهار تنقول لها تنبغيك تقول لي شنو داير واش داير شي زبله يلا واش هادي تقول لها كنبغيك حيت عندك وكيقول لك شي مصيبه انت اصلا كنبغيك كتقولها فاش كتكون داير شي لعيبه موراها المشاكل انا غادي نسولكم هذا السؤال دابا غادي توقفوا غتحيدوا لي دو بيرسوناج ديال صلاح وفاتي وتعطيوني طاليس وفدوى طاليس وفدوى ولا ماشي طاليس عبد العالي وفدوى وفدوى واش عبد العالي وفدوى كيحتفلوا بعيد الحب نقدر نخرج شين سات ما نكذبش عليك انا عامل هذيك ما نكذبش عليك بغيتي تكذب عليا لا 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 بالعكس نتفكر واش احتفلت به حيت عارف بان مره واحده اللي كنت احتفلت بعيد الحب ولكن مؤخرا ما زعما ما بقيتش نحتفل بحال الاول مي كنت كنحتفل باش تكون معايا شي كادو شي حاجه جابت كادو انا نقول لك انا واحد السيد اول كادو ديال هذا الحب على عبد العالي ما تهضرش على انا واحد السيد رومانسي ما تتبانش واقيلا والله رومانسي لداخل انا والله وحق الله أنا. شوف نقدر نجيب الكادو وندير داك الوريضه ديال القلب فهمتيني ونشعل شي ميعاد تردلهم في الارض نلوح لك انا فهمتيني نقاد لك دويكير زوين وداك الشيء ونجيب كادو ونبغي بحالاش بحالاش كادو اول كادو جبتي في شهاد الحب اول مره حبيتي جبتي شي كادو شنو هو كان؟ لا اول مره كان بوكيت فلور حيت مشموم ديال الورد حيت ديك الساعات كعارف البيجي على قد الحال من بعد كان تليفون ياك كان تليفون فهمتيني تنقر الله عليك مع اللي جريتي السالفه ولي سمعي لي مدام انا تليفون كاع وصلت التليفون عمرك جبتي لي تقبطه النعناع عاد شفنا فرط مع زيد وفدوى غادي نرجع معك دابا الفاتي ولكن فدوى واش تحتفلي لا لا انا بصراحه ما عمرني عطيت كادو في عيد الحب ولكن جاني كادو احتفلتي ما احتفلتش جاك كادو شنو هو اقول اقول نقول انا سنيسلا المهم نفس السؤال سولناه للناس في الشارع وقلنا لهم واش كتحتفلوا بعيد الحب والاجوبه كانت صادمه شي شويه ولكن اللي صدمنا اكثر هو فاش سولتهم على تاريخ ديال عيد الحب شنو هو شوف هذا الشيء كامل في هذه الصور ورجع السلام عليكم كتعرف التاريخ ديال عيد الحب؟ عارف شكون اللي ما كيعرفوش 14 فبراير لو 14 فبراير لو 14 فبراير ما كنعرفش التاريخ ديالو كتحتفلي به؟ نعم هي لا عيد الحب ما كنحتفلش به لا بالنسبه للمراه الا ما احتفلتيش به دونك يتسنى العصا كنحتفل به الحب الله وكنحب الوالده كنحب طرف ديال الخبز العام هذا غنحتفل به شنو جبتي في الكادو؟ باقي ما شريتوش une montre du chocolat ديك كتكون اون كوبل هضر كتحتفل به كتكون سيليباتير راه ما كتحتفلش به الحب خصو يكون ما بين العائلات مع كل شيء يعني ماشي بنادم غير الحب راه فيه شي حاجه ماشي هذيك حب شي حاجه زوينه فاتي واش انت مع الناس اللي كيبارطاجيو الصور ديالو مع ازواج ديالو في مواقع التواصل الاجتماعي وكيكتبوا عليهم كنبغيه وحبيب ديالي لا 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 داكشي كنخاف من العين فهمتي انا كنبارطاجيها ملي كنكون ضاربه انا وياه صافي باش تيلقاو سوء علينا نتصالحوا وانت صلاح انا ما باغيش نتافيش مع حتى في الزنقه بقى نبارطاجي لا لا والو لا نسى داكشي لا راه هي اللي هي اللي سيقات الناس الغبار بانه انا مجوج بها اجي كاين بزاف ديال الناس كيقارنوا ما بين لي كوبل في المغرب ولي كوبل على برا كيقولوا مثلا بانه في برا كتلقاهم ملي تزوجوا ما عندهم 20 عام ديما مشادين تيخرجوا في الشارع مشادين هنا كيقول لك تيتزوجوا العام الاول كيولي ديما سابقه وي ياك واش نتوما كتعيشوا بحال لي كوبل هنا ولا بحال لي كوبل هي لا حنا بحال ديال هنا ياك ديما سابقك هو وكاع العام اللي موراه ما كيبقاش سابقك كتبغي تخرج بوحدك شنو السبب في نظرك فاتي اليوم هضري بلسان بزاف ديال النساء خويا اش غنقول لك هو الراجل فاش كيلقى مراه كابابل وقادة توقف على شغلها وتجري وتقدى وتجيب وتقد بالمسؤوليه وتخلص الضوء وتخلص الماء كيرتاح فهمتي وكيطلق المسؤوليه عليها وهي كتاكل الدق ومسكينه كتصبر
حتى شي نهار تيطرى فيها شي حاجه عاد هو كيقول ها هو مسكينه كان على الدق. وهذه اغلبيه ديال العيالات في المغرب تقريبا هكا دايرين، هما اللي عليهم الدرك. تحيه للمراه. هادشي وانتم في السلسله حاولتوا تعالجوا هذه القضيه شويه تهضروا على المراه طبيعه الحال. الا لاحظتي حنا في السلسله كلها عاطي الاولويه للمراه، يعني الفاتي هي اللي تتحكم في الامور، هي اللي تتغوت على صلاح، هي اللي تدور فيه، هي اللي ثابته زعما ثابته نفسها اكثر من 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 صلاح. يعني باش ما نبينوش العكس، لانه فريمون المراه راه في الدار المراه اللي تتحكم بغينا ولا كرهنا زعما، باش نكونوا واضحين. ماشي كتحكم ولكن كتولي عندها كتولي كتسير الامور بطريقه تلقائيه. الراجل ديما كيوحل، ما كيعرفش يدير بزاف الحاجات، تيدير حاجه وحده. الراجل الخضر. المراه لا، المراه تقدر تلقى كتعجن وكتغسل الماعن وكتهضر في التليفون وتلقى حاضر المقله وكل شيء. وكتلقى بعض المرات كتخدم خارج البيت وكتلقى بيان سور ها وتجي وتربي الدراري وتوش ليهم وتوجدهم المدرسه وكل شيء، هذا الشيء كامل وما خصهاش تقول اي عيت. سمري تحيه للمراه فريمون. برافو عليك بيبي، برافو عليك. شنو تبرتي في عيني برضه؟ شنو تغني اليوم الفاتي؟ المدام؟ اه شنو تغني لها؟ نغني لها تلقيت اللي تبغيني عادي تسولي بيها. شكون لقيتي؟ هذه راه كتستفزها لا؟ لا بالعكس، إلا بغات هي تستفزها، أنا كانت هي على سبا أنا ما عنديش. يلا تفضل تفضل. سير يلا. صحاب المغنيين. سير. تلقيت اللي تبغيني عاد جاي تسول فيها، ملي كنت انا وحدي فين كنتي وانتي. ايوا تلقيت اللي تبغيني عاد جاي تسول فيها، ملي كنت انا وحدي فين كنتي وانتي. ايوا ايوا هذه بخاطر الخواطر وكاع اللي ما عنده خاطر. ايوا الناس باتا، تحيه الناس باتا زيرو قاط. I love you too much. Sir, boy. يا سلام يا سلام. ولو الصوت على دابا انت فاش بغيتي تغني ليا ما قلتيش شي حاجه مقاده. لا انت لقيت اللي تبغيني عاد جيت تولي فيا، ضروري تجاوبي شنو تقولي ليه؟ انا بلاصتك ما نسكتش ليه، انا بلاصتك ما نسكتش. غنفكرك في واحد النهار حط طوموبيل مشيتي فيها. واعر ديك الميكرو اكيد زيد. هي تفضلي يا مدام تفضلي. نهار اش عقلتي على نهار طونوبيل اللي مشيتي فيها، مشيتي تحوصي علاش ما رجعتيش فيها، رجعتي بطاكسي، رجعتي بطاكسي. طونوبيل اللي مشيتي فيها، مشيتي تحوصي علاش ما رجعتيش فيها، رجعتي بطاكسي، رجعتي بطاكسي. قواعد فين تمشي. لا لا هذه حياتهم وفاتي وصالح عايشين هي بكلاشات. شو بكلاشات شي كلاش كبير يوميا. هذه ما يسالكم يوميا. وجميل ان صالح كان خرج واحد الاغنيه على فاتي كي كلاشي فيها. نشوفوا هذا الفيديو هذا ونرجع. كي صحابها بلا بيها غادي نكشكش، غنمرض عليها غنفتش، بالعكس غنعيش حياتي، غنتهنى من فاتي ونجيب هدى وكاتي للدار نديرو بارتي. كي صحابها بلا بيها غادي نكشكش، غنمرض عليها غنفتش، بالعكس غنعيش حياتي، غنتهنى من فاتي ونجيب هدى وكاتي للدار نديرو بارتي. جيت شوفيكي وليت شعابيت وبيضيت، معاك كنت مقموع ناري ناري زياليت. جيت شوفيكي وليت شعابيت وبيضيت، معاك كنت مقموع ناري ناري زياليت. تفرقات عليك شوخيته ودرتي على اغنيه وقلتي شعابيت وبيضيت. باش عرفني دابا الرساله اللي بغيت ندوز لها من هذاك الفيديو هو انه انا زعما راه ما ساهلش، الا مشيت تقاديت وخسرت على راسي راه تزادت عليك 200 درهم. مشيتي شريتي جوج قميجات ومشيتي تركد علينا في كليباش من وهي جاوبات. انا راه انا عطيتك هي جاوبات. انا غير نقلب جاوباتك حتى هي ما ساهلاش.
نشوفوا الجواب ديال الفاتي دابا ونرجع. سكنتك داري شريت لك موتور سميتك بيبي درتك مون امور ما دنيتش يتولي مغرور تحلك الفمه رخص الصدور خلو ازمتك والله شو ازمتك عجيب نظرتي لي ما لقيتي ما تقول فخور بزاف عطاتني علاش نقلب ومازال فراسك راه ما حبسناش هنا مازال الكلاشات جايين الكلاشات جايين كاين الجواب ديالي من هنا لواحد جوج سيمانات من بعد كاين الجواب ديالها ان شاء الله عاود كلاشين فازي وصلاح قول لي في الدار كدير لك شي شهيوات كطيب شويه كي دايره في الدار بحال هكا هي طويله حتى في الدار زعما بحال دابا بحال في الدار اش من شي هو تطيب القلب مع هذا ما تدير حتى شي حاجه كنقلي الدنجال والفريت والسردين سيتي هادشي كله ايوا عرفتي اش غنديروا اليوم غادي نجربها في الطياب طياب الله ناري غنتشوه واه تعرف اللي ما كذبتش انا قلت الصراحه الله خاص الجمهور يعرف المغربي علاش ما بغيتش يتزوجك انا حيت ما تعرفيش طيبي يلا نوضي الكوزين يلا مدام الا فاتك شي طاو غادي نشوف هادشي كامل بعد الفصل هادي حرفة الوليد ربها فيا وقت ما نجنين تفكر كلامه ليا فيق بكري حرك الشجرة فرز وعزل قبل ما تبدا تغسل باش نخرجوا أجود ما في زيت الزيتون داكشي على زيت الزيتون الحرة ماشي غير جات وبالمذاق تميزات الحرة زيت الزيتون على حقها وطريقها النساء في المغرب كيكتشفوا أريال زرق الماكينة العادية حنا ماشي غير جارات حنا خواتات صاب ضروري خاصنا النهار كامل نتشوفوا هذا شغل باتنا تبارك الله في الصغير والخداع كاع تبارك الله ملي كنشوفوا حويجات ولادها تقول لي هاد الحويجات جداد ولكن ما عرفش شنو السر انا السر ديالي هو أريال زرق منين تبعت الهضره ديال خديجه لقيت أريال زرق ماشي غير طرقاد تقدري تصبني به حتى في الماكينه العاديه كيقول لك دير ما دار جارك ولا حول باب دارك أريال أحسن مزيل طبيع الماكينة العادية عبرتوا على الرأي ديالكم واختاريتوا أغيال الأزرق أحسن منتوج الماكينة العادية تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله يسعد التجاري وفابانك الانخراط في البرنامج الوطني لمواكبة وتمويل المقاولات الصغرى وحاملي المشاريع حامل مشروع أو مقاولة صغرى منشأة منذ أقل من 5 سنوات أنا معاك تجاري وفابونك يقدر يمنحك قرض باش تحقق الأهداف ديالك بنسبة فائدة 2% ومصاريف الملف بالمجان مرحبا بكم في جميع وكالات ومراكز دار المقاول التجاري وفابونك التجاري وفابونك فيكم واثقون السلامة ملي تفكرتينا التليفون واكل لي راسي الوالد ديما مقلق عليا وانا غير كنتفرج في الماتش هاد الجوج ما غتبردهم غير هاد الشهيوة مع كوكاكولا اش وقع؟ هانت سيدي شوف مع راسك راه ماركينا بصحتنا يلا بخطر هاد البيت انا الكرة ما عنديش معها ولكن اليوم ماما مالي ماركت ميرسي بنتي افتح كوكاكولا جماعة حلا احسن لحظات احسن المسلسلات واحسن شهيوات كوموندي من جلوبو ما كاين غير جلوبو اللي كيليفري ليك من اي ريستوران وشنو ما تشهيتي من احسن برجر حتى احسن مكان في السوشي تيليشارجي لابليكاسيون جلوبو وكوموندي اي حاجه بغيتيها الات الوجبات تقضيه ولا شي هديه في اخر لحظه جلوبو كوموندي وحنا ليفري عند كارفور كنختاروا لكم احسن واكرم مكان من اللحوم والخضر والفواكه وكنراقبوها طيله اليوم كل يوم كارفور كيوفر لكم منتوجات طريه للمزيد من الحب والعطاء كارفور زمن ينقص والثقه تزيد لكل طبعه حكايه
طبيعة من شجاعة الأبطال. مع أمو طبيعة الصعيبة كتمشي وكتنسى، ولكن ذكرياتها ديما كتبقى معنا. الكل طبع حكاية، الكل طبع أمو. نقول لي ما درتي لينا والو، اش درتي؟ يقول لي وما الوالد دار ليا؟ تجيو يدوا الفقه حتى تشوفيني انتي مكفن. تعاوني معاهم وتشدي الشك تخاوي تخاوي الناس. اليوم هادي دار الذهب لي العربي، ما غاديش نقوي والو. دابا غنموت بيضاويين كاملين كاع الجميع. الله ينصحك. فاسي الكوزينه قدامك، اشنو غطيبين لنا اليوم؟ طاجين ديال الكفته. ياك اجيت لهنا كيفاش؟ اجي عاون بيه. لا تحرك. نعاون علاش ما نعاونش؟ لا نعاون، لا نعاون، نعاون انا. تفضل نعاون، ما عنديش مشكل. شنو ندير؟ المطبخ على النساء. يلا اشنو نعطيني غير المهمه؟ شنو ندير ندير؟ هذه مطيشه. مطيشه كورت شي الكفته. هاك كور الكفته شويه على الطرس. نديرها كورها ديرها صغاري. كبار ولا صغار؟ صغار. نعطي مزيانه مزيان باش يجيو كثار. يلا سير على ما ديرهمش كبار باش يبان مع الطاجين عامر مهور. احنا غادي نشوف. يا ودي رشيد اخويا اش غنقول لك؟ حياته كيفاه؟ زيد 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 زيت مازال؟ لا زيد الكفته. لا غنزيد غنزيد ديرها بحساب انا ويا محمود. كيف صافي انا تقولش صافي ديال نحطها فوق البوطيف الطاجين. واش نحطو فوق البوطيف الطاجين؟ ما كايناش ديك التويشي اللي كتحميه من العافيه. كاينه كاينه كاينه. اي طردك فاتي. اي طردك والسهل. كيديك شي مرات للريستورون داك الشيء كيخرجكش؟ لا لا كيدي لي عند امي السعديه مولات البابوش. مرة في الشهرين ثلاث شهور. ما كيديكش مثلا المحلات تاكلي السوشي ولا شي حاجة؟ شنو هذا؟ السوشي السوشي. ما عرفتيش؟ آخر مرة داني كليت الشوا سلات عليا وخلاني خلصت بوحدي. من تما ما بقيتش كنتيق فيه. مع من تخرج مع من؟ والو. أشنو الشهوات اللي كيعجبوك؟ أنا؟ الرفيسة. كسيكسو. دجاج مدغمر. حق طيب طيب ديال العراس عرفتي داك تكون معلك. التغميره. عط الله عرفتي راه المغرب تبارك الله راه. ويلي ويلي. شنو الشيوات اللي كتصرعي؟ انا؟ انا ما كنصرعش ولكن كندير شيوات. كيعاونك شويه ولا بغا يبين قدام الكاميرا؟ كيعاون كيعاون. فوالا زيد زاحم الكفته ولا كشاط شي حاجه ديرها في ميكا وديرها في جيبك ديوها معانا. أبالي الخير كثير تما. كاي الخير. الله وليدي اليوم هنا. واش بحال هكا كطيبوا وكتلوحوا الكفته كامله بهكا ولا؟ بحال هكا. حنا نديروا لكم اليوم هذاك الشيء ديالنا فهمتي سامبل. ما تبقيش بيكوز السورجي. لا غنطيبوا طياب ديال الزوافريه واخا حنا مجوجين يعني باش تعرف. عقلتي على الدغميره اللي صوبت لك؟ وي. يا سلام. عاود لهم عليها. صلاح كيتعرف العطريه صلاح. لا انا شوف انا العطريه. 10 زين بركة باش ما نبداوش نبكيو. بركة باش ما نبداوش نبكيو. بركة لا فيا في هادشي اللي فيه الأسلحة. تطير تطير تطير. شوف هذاك الشيء ديال الجنة هذاك الشيء اللي سميتو كذا. ما تخافش أنت ديالنا. ما نديوش لك ديالك. شاف مريم تيبان لي نحطو هنا شي بركة. راه خاصنا الواقية. لا أيا كاين اللعيبة اللي تتحط على الطاجين.
درتي الزيت؟ لا راه خفيفه هي، نعاودو نديرو زيدي زيدي الزيت شويه. ديري هذه البلديه، هذه البلديه درناها دابا خصنا شويه العود. صافي دابا هذا نخليوه ثلث ساعه ونكومونديو بيتزا. يا سلام عرفتي تنقول لك من داكشي الربيع نحطو فوق البوطه. تفضل يا ربي تسخري من الله يتفرقع هذا الشيء ولا تسمعني شويه عليك. فوالا علاش درتي كامل؟ درت كلشي، درت كلشي. هو صفر ما فيهش اللون صاحبي. ولي ولي نتوما ضروري يلا شتها ورا كدير البنا صاحبي. يلا سير وما يجيوكش الامراض ولي فيريس. تفضل يلا سير سير نتوما ياك. ضروري نتوما كاين الخبز. يلا دغيا انا ما ناكلش بلا خبز. برافو عليك انت، رغم انهم جابوا لي الالات كندير كلشي امان. برافو عليك، فخور بك، فخور بك. كبر بيا كبر بيا. برافو عليك صافي. الطاجين درناه يطيب. غادي نجيو نطلو على الطاجين كيفاش غادي يطيب من بعد الفصل ياكلو ان شاء الله. اش داك شافت طاب الطاجين؟ ايوا حنا رجعنا من الفاصل ولكن الطاجين باقي ما طابش. باقي ما طابش؟ صبروا معنا شويه. صبروا معنا شويه. اي علاش يكون في الاخر الحال؟ ياك والله هاديروا النية. قلت لك كوموندي. غادي نسولكم اسئلة ديال هو ولا هي. ياك؟ اها. غتقولوا لي واش هو ولا هي بالزربة ونشوف واش كاين. شكون اللي كيحكم في الدار؟ هي. شكون اللي كيصرف في الدار؟ شكون؟ شكون اللي كيصرف في الدار؟ ولكن تناخذ من عندها، أنا بعدك كنتي تنخلص. كنسلفوا مرة مرة. شكون اللي كيحب الآخر أكثر؟ ها؟ شكون اللي كيحب الآخر أكثر؟ كاين طرف ثالث يبغينا بزوج، عارفين؟ واقيلا. لا واخا ما تنبينش لها ولكن هي تتبغيني أكثر. هي. شنعش عارف أنا؟ شنو هي؟ شنعش عارف. ما زدش عليا الكذوب. شكون اللي كيتنير بهاد غيا؟ ها؟ شكون اللي كيتنير بهاد غيا؟ عصبية تتصرف قبل. شكون مول القلب الكبير؟ مول؟ مول القلب الكبير. الحمد لله. انت قلتي انا ولا قلتي انا كندير؟ على راسي. فاتي وصالح غادي نسافروا بكم دابا لفرنسا وغادي نخليكم ديروا لنا واحد الكوبل، ديروا لنا مشهد رومانسي ديال فاتي وصالح في فرنسا. يعني غادي تلعبوا هذا المشهد باللغه الفرنسيه. بالفرنسي؟ الله. والمشهد الثاني غديروه بالهنديه. الله الله الله. يلا صالح نديروا كوبل ولكن ماشي فرنساوي، حنا غادي نهزوا النيفو لونجلي كاع. زعمنا زعمنا فهمتيني لما الواحد يقول. My mother. Yes sister. Can I help you? Can I need you? Yes. Do you love me? You love me too. No woman no cry. Halloween. My mother كاع. واخا سيد. الو دابا كوبل ثاني. دابا التحدي الثاني كوبل هندي. هندي. اوري بوتي. ايه تيري كو تيري كي. اوري كي على ايد اوري كارا. ميتم سو بيار كا اوري. اوري كي جال نبي. جاري كي زندي كي. لا لا درتهم ديال الطليعه في راسك عيطهم سفيار كاوكي. لا 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 اسمح لي انا غمقتوا عليا ما نخليكمش تمشيو بهكا. كتعرفوا ان في الافلام الهنديه تعاود المشهد كاين هذه المره بالحنان اكثر. في المشاهد الهنديه ديما كتكون غاده ياسر وتزيد كتكون هازه كتوبه كتضرب فيه كيطيحوا كتوبه وكيزو عينهم. اوكي بغيتي نديرها بحال هكا؟ نجيب لك كتوبه. علاش حنا نديروها بطريقه طاحت لك شي حاجه اخرى. انا هزت قلبي
هي طيحتني انا طاح لك اجي معنا جي هنا هي طيحتني انا سقوا لي مع فوقكم سقوا لي شيك هندي يلا سير هندي هاري ميلي ديرتي هنا جدك ميتم سوبيار كهو جي ميتم سوبيار كهو جي سيري هنا محبتي حلفي بالله حلفي بالله شوف واعطيه قلبك اعطيه قلبك طرطقو فرقعو زيد 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 بينا وتنبغيك فهمتيني ماشي حتى الرومانسية ما تعرف لها كاين الناس لا حيت هما تيزيدوا فيه الهنود فهمتيني يا ودي يا زيد قرطا صايف رقع قلبي دابا غنديروا الدومي تور وغادي ندخلوا عندنا وغادي تعطيوني كوبل ديالنا حنا غنمشي شويه جيت الدكاله هاي 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 وجا تراب اخا الوقت وعلم الله هذيك الدريه الحب ديالي فين هي وهذاك وليدي و... اي اي وتايكا وي واش في راسك ولا ما في راسك واش فيك شي موكا ولا عاد نوم والهضره خلي موكا خلي موكا راه كاين مهم من موكا اش كاين وكان بغيك هاد الدريه اش داير يا عود بالله الشيطان الراسي اش داير انت ما تقولش كنبغيك اخوك ايوا سير الله فاتي شوفوا داك الطاجين واش طاب شوفي يلا الله 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 هاوي نسيت الله الله على ريحه الحراقه اش دايره من هنا يا سلام الدراري عاد قطفوا لي البوطه يا سلام نارك نارك يلا وي كنا زايدين عليها صاحبي في البوطه انت اللي زدتي عليها انا مشي نعرفش لا شي طوماتش جيب لي بوطه صغيره لا بينات كتعرفي طيبي كنعرف ولكن ماشي في هاد البوطه لا طيبي 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 من هوندا لا طيبي تنعرفو مول الحانوت اللي تحت داري العاطي ريحته زوينه بلا خفت لا هو المظهر لا هو الكفته طابت ولا ما طابتش ما بقاتش واقيله كاع الكفته غبرت والله الا غادي والله الا راه تراك بدات تقطع ديال المطيشه في المستوى اما ما احترمهاش بصله مقطعه مزيان سميتو الريحه كاينه الريحه كاينه ياك شمو الريحه من هنا فوالا الريحه كاينه فان ديال شوميشه انا يا فان ديال شوميشه قريت لك شو كلشي تبعت ديالك انت كطيب شويه ولا والو صافي اش كطيب القليه انا نجيب القليه ديك الذره نطيبها انا دغيا نصوب لك انت اش تقول هذيك الذره هذيك اللي تنصوب القليه فوالا هذيك دغيا تنصوب تبارك الله عليك الله يبارك فيك اسمح لي التليفون كيصوني يمكن شي حد كيعيط لينا يلا معايا اجيو معايا تفقوا لي معاكم اليوم والله صافي تحركت الطاجين سير رمضان الو سمعكم اييه هاهو معايا تكلموا لواحد السيده بغات تهضر معكم مرحبا فاتي في الدار كي الكوماندار اسمعني ها البونجور ديالك مع دمك الحاج الا مراه ونص فحله 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 هاتي بنيتي راه كاينه وقتي الفتنه في اليوتيوب ولا طايح كثر من نايض بالضحك حتى ندوز شرشمتي والدي حق مولانا حتى ندوز شرشمتي هادشي الساك عندك تبقى يعرف وليدي صالح حتى شي نهار يهرب ويخليك هاوتي راه ما عندك جهد باش تبعي ولكن ياه اللسان عندك القروج ما يشدوكش لا ناديه جيم جو بارطاج وصلت تجي اش تقول لها اش تجاوبها تنقول لها الله يكبر بك الحاجه والله يحفظك لينا وانتي نيت مرا فحله انتي نيت مرا فحله وقاده ويلا بغى الله لا مرا وقاده يلا الو ويلا دويتي معاه دوي مع مسيو مسيو واخ وليدي طاليس جو تيم اي لوف يو من عند امك الحاجه شخصيا جو تيم تري فور تري 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 فور
درك وليدي تاعي عندك مع المات، عندك مع الزائد والقيس ما وفيك هادشي راه معاونك في القهوه ديالك في الحساب. شوف وليدي وصايا من عند امك الحاش، درك تاعي كضحك كدير الضحك. اما وليدي راه عمر عمر ما فيش ضحك، وري لي الضحك. كدير كدير صلاح مع عمر؟ صلاح ما كيعرفش عمر اصلا والو، انا مازال ولد خالتي كان دخل نشوف عاوتاني اش تقول لنا الشيبان. بنيتي فاتي سالينا معك اباسا غوش، درك تقزي لي كيف فدوى بنيتي الكبيده ديالي. بنيتي فدوى درتي بيسار اوفردوز في اليوتيوب، دازت مخيره ولين بنيتي باش مشيت تصوري لينا بيسارق فيلم، حب تصوري لنا بيسارق سينما. ش بنيتي واش ما راهيتيش المسران ديالنا واللي عندنا دابا بمتردد، واش تي تمثيل كل قطن جاتو؟ درتي بسارة اوفردوز، وسمعنا كاين مشروع ديال الفيلم السينمائي اللي تصور بسارة اوفردوز. تماما. قالت لك واش تي افلام كلشي قطنيات كيفاش؟ وهاد الساعة كاينة البسارة والفول والحمص، ساعة أخرى نشوفوا حاجة أخرى. إمتى غيخرج الفيلم؟ ما عنديش معلومات بالضبط امتى غيخرج، ولكن تصور ان شاء الله. ان شاء الله. طاليس خويا شيباني بغات تقول لك شي حاجه. مرحبا. واش بغات تقولها لك ولا لصالح؟ ما عرفتش هاد ما كاينش مشكل، جوج كاينين. يا وليدي صالح يا الزين يا مرضي الوالدين. وليدي طاليس انا ما غندويش معاك اليوم، انا غندوي مع صالح. باس ا غوش علي اونتري صالح اونتري. وليدي صالح درك بغيت نعرف شكون حاكم في الاخر، واش انت ولا فاتشي؟ واش وليدي كتخاف منا حيت كتبغيها، ولا كتخاف منا حيت كتخاف منا؟ جاوب وليدي مك الحاشا جاوب. شكون؟ علاش كتخاف منا؟ طويلة السيدة. أنت قول لها توقف ونوقف أنا وشوف. دغيا تجيبني على الضف. لا ما الاحترام ولا فهمتيني. كي احترامي. كي كيهدي لك الورد مرة مرة ولا والو؟ ما تنوصلش لها باش نهدي الورد. أنا نعطيك هذه الفرصة هذه. يعني مرجت الوقت. هاك. الله الله يخلف عليك. واش ليا ولا؟ وقف. هاي 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 هاي. واش ليا؟ ليها وعطيها ليها. عطيها هي. أوكي. يلا. ماي بيبي. انا نهبط بحال هكا ونعطيك الوريده بحال هكا. نعاود يلا نعاود نعاود. ديروا نتوما داكشي ديال الرومانسيه. عذبي باش تاخذي الورد. يلا انا بي. طلع شوي. طلع طلع ما في اللي هبطك جي عندي شي. لا الصحه والراحه. الوريده تستاهل الوريده. تفضل. وبلاش شي نعرف الحقيقه، هاد الوريده هي اللي غتشفريها. سير يلا شوف. تشي بغيني ما تيبغينيش. تيبغيني المصير ديالك فهاد الورده في راسك. اوكي ناري. ما تيبغينيش تيبغيني ما تيبغينيش تيبغيني. هو هذا وما كيبغينيش. حصل ما كذبتش. صافي ناري ناري ما كذبتش. داكشي اللي كاين قلتو ليكم عندك الحق. هي تتبغيني انسان صادق. انت انا انسان صريح. شوف داكشي اللي كاين تنقولو الحمد لله. في الاول فيكم رهيب. من الاول صارحك حنا كوبل صادق. عاد يقول لقيت بقات كتبغيني غنتبرض. لا ما كنت برض ما كذبش. الحمد لله. نرجع للفدوه دابا. فدوه عندك واحد لوتيك كديريه بزاف فاش كتكوني في الحوارات، واحد الكلمه كتعاوديها دائما. شنو هالعار؟ لا ماشي هالعار. لا زعما قلت لك هالعار اكتشفت اللعيبه في راسي حتى انا عندي شي حاجه كن يعني نشوف واش عبد علي عارفها تكون يعني يعني ولا ويلي ويلي شوفوا يلا شوفوا 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 ايش قلتي ايش قلتي. دونك في السينما كاينين واحد دونك انا كنختار دونك هذاك النقد دونك انا ما كنشوفش اصلا هذا دونك خاص هذا الراجل يكون فاهم هذا الشيء دونك كان ولكن اي دونك انا بقات كتوصلني دونك فاش غادي توصلهم حيت دونك فورسيمون كنبغي نلعبو دونك كنقول الحمد لله دونك هادشي كيفرح الحمد لله دونك الانسان بلا ما يمشي بعيد دونك من تما بدات الفكره دونك الفكره جات عاوتاني فهمتي دونك ما يمكن ليش دونك الجوهر
دون كيشوت دون كيشوت كاين والله حتى عمرني ما رديت ما عمرك عرفتي ذات الضن دونك دونك ما كاينه دونك دونك كاين الله يعطيك صحتك دابا ملي كتبغي تغمق على شي واحد كتبلاصي ديك دونك تثبت بديك دونك وكتثبت بنادم كتبقى ما بين هنا وهنا غادي ندير معكم دابا واحد اللعبه ديال الكاسك غادي نعطيكم جوجكم دي كاسك وغادي نقول لكم شي كلمات اللي عندهم علاقه بيد الحب وعندهم علاقه بالرجل والمراه غديروا هاد لي كاسك ولكن لي سبيسيال في هاد اللعبه هادي وانني غنقول لك الكلمه وتحاول تعرفها من خلال الليبسينغ ديالي ونوصلها ليها وانت توصلها ليها ونشوفوا كي غتوصل الكلمه في الاخر بيان سور عارفين بانه كتكون الموسيقى في ودنكم يعني ما كتسمعوا حتى حاجه بيان سور التصفيقه تحرى عليهم عفاك لالي الله يخليك كاسك ديالك شكرا بارك الله فيك كاسك ديالك ديرو بجوج اييه مزيان اوكي مشاعر بشكليطه 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 قلت مشاعر بشكليطه سير المشاعر فوق البشكليطه عادي راه مكمله بعضياتها الكاسك عاوتاني ربطه زغبيه ربطه زغبيه لبسه بلديه ساده قولها قبطه لبسه بلديه قبطه فزعيه هيد 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 انا قلت ربطه زغبيه انت قلتي اش قلتي انت اش قلتي لبسه بلديه هي قالت قبطه فزعيه شفت ما كنت على الدريه دير دير اوت راه لازم تبوريشه 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 تبوريدا تبوريشة تبوريشة هي قالت تبوريدا ها كيف جا شي لا طلع باقي شي حاجه اخرى زيد ودي كبير ده كوكو كوكو في الفجرية يلا مالك يا فتي عايشة الحياة بيبي زايا الوقت وردة حمراء وردة حمراء وردة حمراء ولد وردة حمراء ولد عمي ولد عمك بابك ولد عمي ولد عمي ولد امي رحمة شوف انا قلت ورده حمراء انت قلت ولد عمي هي قالت لك ولد امي رحمه تحيه لامي رحمه تحيه لامي رحمه تحيه لامي رحمه ولدها كنموت على فاتي كنموت على فاتي المتنفس 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 هايد 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 اي واعر انا قلت ليه كنموت على فاتي وقال لي المتنفس ولكن قلت جيت انت المتنفس شو خاص علي ما عمرك تا واحد ما جبناها عبار تا واحد الحمد لله ويلي اسمح لي نضرب طليله على الطاجين ما عرفتش فين وصل الطاجين هكا جي شوف الطاجين سير 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 شوف الطاجين المدام ياك اجي عاون اجي عاون الدنيا خاويه نمشي معاك في الوقت الجديد ناري 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 خلي يلا لهيتوني الهضره يا صاحبي شوف غتفاجئ ياك والله الا غتصدم خلي يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لا راه تصدم الحمد لله شي لا 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 من ناحيه الصدمه هي اي ماكله طيبه تتحرق عندها موهبه ياك في الحراق لا هي ما لا داك لهيتوني بالهضره والله
موهوبه في الحراك. روناك واقيلا حنا روناك في رونتوني كنت بوحدك وطلع ناضي. واخا شاب الله يستر بوحدك تيطلع ناضي. الله يعطيك الصحه. سبقوا على فاتي كوميم فريمون تبارك الله عليك. اسمحوا لينا قبلوا علينا مزيان باش يعرفوا الناس عبلاتي والله لا بقيت فيك يعرفوا الناس شنو عايش انا وشنو تناكل. الحمد لله. مشكله هذه دابا عرفتوا اش غنديروا. حنا كنا باغيين نديروا هاد الطاجين نتعشاو به ياك نتعشاو به نتوما، ولكن غندير واحد الجلسه واعره رومانسيه وفيها واحد المهم غنشوف هادشي كامل بعد الفاصل. ملي كيكون الويفي تقال ومع الويفي ديال انوي اختاروا ويفي طيارة واستفدوا من عرض حصري تخفيض 50% على 3 الفواتير الإدارة الأولى. سارعوا لأقرب وكالة إنوي باش استفدوا من هذا العرض. إنوي معكم كل يوم. ومن فوق هادشي يمكن لكم تجربوا لابوكس إدار لمدة 8 أيام يا ترضيكم يا ترضوها. La tendresse de Milka cache bien des surprises. Trouvez le code de tendresse, contactez le numéro affiché et gagnez un voyage aux Alpes. Des milliers de cadeaux pour nous. Milka, de la tendresse à l'intérieur. عرفتي شنو خالي؟ انا ما خال حد. واش عباد الله صيفطتك تشارجي لي الهضره زدتيني الانترنت ما عملت شاورتي. ورا شارجيت لك اخالي. شارجيتي عليا. اخالي على ما فراسكش راه فاش كتشارجي الهضره كيعطوك مع انترنت فابور باش تكونيكتا. صافي هادشي اللي كاين. وخونا مصباح. عرفتي شنو؟ مازال جديد عند اورونج الروشارج في 10 زياده على المكالمات رصيد انترنت 4 جي بلس فابور وابتداء من 5 دراهم ونزيدك روشارج في 10 ولات عرض دائم ما تحتاج تسناه باش تاخذ ديما راحتك. من المهم ديما قريب اورانج. هنيئا للفائزين سنة 2019 لعبوا فازوا مع دوزام جوائز قيمة. سنة 2020 مع دوزام ورشيد شو جات وجبت معها جوائز رائعة 4 قسائم شراء بقيمة 40,000 درهم 2 دراجات كهربائية. وأخيرا تقدر تفوز بشقة الأحلام للقيمة ديالها 54 مليون سنتيم. بعد كلمة دوزام إلى 9090 أو اتصل ب 4044 وأجب على الأسئلة. سارع بالمشاركة تقدر تكون أنت الفائز. حد سعيد للجميع. ثمن SMS 10 دراهم و80. رجعنا لكم مشاهدينا. فاتي وصلاح ما بقاوش جالسين هدايا مشاو باش يتعشاو عشاء رومانسي زعما راه الله يلا العظيم الله يحكم لنا الله يلا يحكم في واحد عرفتي بيبي الله يلا تنحتارمك ما قد نشوف فيك عاتي مع شمشي قول تي ما كرهت اش نستغل الفرصه ديال عيد الحب باش نقول لك واحد الهضره. قول باش نقول من قول ما تخافش ما نحشمش كرهتش يكون هذا هو اخر عشاء ديالنا انا وياك. ما فهمتكش اش بغيتي تقول مزيان. اش بغيت ديري؟ واش قطع الحلوه؟ يلا قطعي يلا سيري عليا. لا قطعي عليا تقطعي انتيني حيت انا ما تنبغيش نشوف الدم. سيري هلق لي بزعزعتيه زعزع خاطري في نص الليل. الله يلا وشوف دابا انا قسمت بلاتي انا نعطيك قطعت بلاتي داك الشيء ديال شوف الرجول يلا قطع نعطيك بفرشيطة ديالك ومن جهتك باش ما تقيسيش هي الكاطو ديالك هاد المرة ما تحاولش لا ما تحاولش تلعب معايا حيت فهمتي
أمي أمي ندمن بعد عاد أودي أودي نهار كبير هذا والله وانت يا فاتي انت توكليش لا ها ما توكليش ما باش عرف بغيت شي نديه معانا زعما ساعدني القضيه باش ناكلو كاين راه غي وكلي خذي شي طرف مهور انت انا ماشي بحالك غنهورك كلشي كيشوف فينا صاحبي فشي شكل هاك اهلي ها يلا تقعد فاتي وصلاح ايوه ايوه اي 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 تبارك الله عليكم دابا بغيتكم تصفقوا معايا بحراره عافاكم على طاليس وفدوى طالب تبارك الله عليكم الله يبارك فيك نورتونا في هذه الحلقه هذه اكيد انا الجمهور ايضا استمتع معنا واستمتع بالسلسله اللي قدمتوا اللي حقت نسب مشاهده كبيره والاكيد تفاعل مع الجمهور في مواقع التواصل الاجتماعي اليوم غنخلي لكل واحد فيكم باش كون شكون شو معقولين هو صاحب دابا راه نضحك انا على ودي ما تقولش يا مالكم مالكم وتجي تلخر ولا حيت شو وسمعتوا ما تضحكوا دابا قلتي لي بغيتينا ندوم معقولين اسمح لي دابا بغيتي تجبد على راسك راه لي شويه حلوه لا ارتاح ارتاح راه باقي الناس يزوروا اليوم بغيت بغيت فدوى طالب وطاليس يهضروا مع الجمهور ديالهم شنو ممكن تقول للجمهور اللي تبعكم وحب هذه السلسله هذه شنو تقول لهم قدام الكاميرا اليوم قدام لي فان ديالك الوغ الجمهور اللي تيتابعنا ومساندنا وتيشجعنا دائما شكرا لكم بزاف على التتبع ديالكم وشكرا على الرقم الكبير الخيالي بالنسبه لي اللي وصلت ليه بيبي والحلقات ديال بيبي في واحد الظرف وجيز وتسناو ان شاء الله حلقات جداد الموسم الثاني ديال بيبي قريبا شي حلقات وحدين اخرين غادي يكونوا توب ديال توب كيف ما والف فاتي فدوى فدوى كلمه لك كنشكر بزاف الجمهور اللي ساند بيبي واللي كتعجبو هاد السلسله واللي هما اللي بناو فاتي وصلاح وعطاوهم الحب ديالهم باش لي بيرسوناج عطاوهم الحب وكنشكرهم بزاف وبلا بهم حنا راه ما نقدروا نديروا حتى شي حاجه وهادشي اللي كاين السلام عليكم باي باي Thank you.